السلام عليكم. ان شاء الله الفيديو ده هنعمل مع بعض لعبه بسيطه، واللعبه دي ممكن تخلي الطالب في كي جي 1 او كي جي 2 يلعبها. عشان تعرف تعمل اللعبه دي لازم تكون كتبت درايفرز للدي اي او والال سي دي والكيباد والتايمرز. تمام، هتلاقوا في الديسكربشن بتاع الفيديو لينك فيه الكود والبرودكت ديزاين بتاع البروجكت دوت. فكره اللعبه بسيطه جدا، ان الطالب لما هيجي ران الجيم هيظهر له على ال سي دي 3 بلس علامه الاستفهام ايكوال 8، ومفروض ان الطالب يحدد الرقم الصح اللي مكان علامه الاستفهام اللي هو المفروض رقم 5، وبعد كده يكتب على الكيباد رقم 5 اللي هو الرقم الصح اللي مكان علامه الاستفهام. فلما يكتب 5 هيظهر له على ال سي دي ويل دون، معناه احسنت، انت فعلا حددت الرقم الصح اللي مكان علامه الاستفهام. لكن لو كان الطالب جه هنا وكتب على الكيباد مثلا 2 او 1 او اي رقم غير الخمسه، فبالتالي هو كده حدد الرقم اللي مكان علامه الاستفهام غلط. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ لو كتب مثلا 3 ساعتها هيظهر له على ال سي دي رونج انسر، ان انت حددت الرقم اللي مكان علامه الاستفهام غلط. دي اول 2 بوينت. يبقى اول حاجه لو كتب، المفروض هو بيحدد الرقم مكان علامه الاستفهام ويكتبه على الكيباد، لو كتب 5 اللي هو الرقم الصح هيظهر له ويل دون. لكن لو كتب اي رقم غلط، اللي هو قال مثلا الرقم اللي مكان علامه الاستفهام هو 9، هيظهر له ايه؟ رونج انسر. طب لو هو ما عملش اي ريسبوند، يعني قعد كده بيتفرج على الكيباد وما كتبش ولا 5 ولا كتب اي رقم تاني، في خلال 10 ثواني لو ما عملش اي ريسبوند هيظهر له على ال سي دي تايم اوفر، الوقت خلاص انتهى، خلاص ناقص اهو ثانيتين ظهر له كلمه ايه؟ تايم اوفر. فعشان كده احنا كنا محتاجين التايمر، عشان هو ده اللي هيعد لي ال 10 ثواني. يبقى هو في خلال 10 ثواني لو ما عملش اي ريسبوند على الكيباد هيبدا يظهر له كلمه تايم اوفر. فهي طبعا جيم بسيطه جدا، ممكن مثلا خلي الطفل في كي جون او كي جي 2 يلعبها بحيث ان هو يتمرن على الارقام، تمرنه بحيث مثلا تقول له الرقم اللي هنا المفروض يبقى 5 ولا 6 وهو يختار يعني. تمام، او ان هو مش شرط يختار، لا مش شرط ان انا احط له اختيارات، ان هو يحدد الرقم الصح اللي هو مكان علامه الاستفهام. فدي بس كانت اللعبه.